الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. كثيرا ما يردد السبائية في التعليقات كالببغاوات: نبيكم المسحور، نبيكم المسحور الذي يبول قائما. بالنسبة للبول قائما، تحديناهم أن يأتوا بدليل تحريم البول قائما، عجزوا والتحدي ما زال قائما. ثم سبق ونشرنا على المنتدى وثائق من كتب القوم أن الأئمة قالوا لا بأس بالبول قائما، والشيعة كلهم بعوامهم وعلمائهم ومعمميهم، العمامات الكبرى والصغرى والوسطى، يبولون واقفين. بل عرضنا من كتبهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال واقفا حتى رغى، أي بوله عمل رغوة كرغوة الصابون، دليل على بوله قائما. لكن في هذه الحلقة سنجيبهم على سحر النبي وسنحاول الاختصار ما أمكن. فهذه شبهة قديمة أثارها أهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان، ورددها من جاء بعدهم من آل بيت ساسان، وقالوا أن سحر النبي مخالف للقرآن مع أنه موافق للقرآن، وادعوا أن الحديث يمس بعصمة النبي في التبليغ وهو ليس صحيح، وادعى أصحاب العقول المنكوسة والأفهام المعكوسة وضعاف النفوس والإيمان، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه النبي من شرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبرائيل وهو ليس بجبرائيل، وأنه يوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء. وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. لكن لو ذهبنا لكتب الشيعة سنجد علماء الشيعة بما فيهم المجلسي اعترفوا بسحر النبي، ورووا روايات عن أئمة أهل البيت أن النبي سحر، وعلي بن أبي طالب هو من ذهب إلى البئر واستخرج السحر، وجبرائيل هبط بالمعودتين في سحر النبي، والنبي علم علي كيف يفك كل عقدة ليتخلص من السحر، لأنه كان، وهذا في كتبهم، لأنه كان لا يتكلم، لا يرى، لا يسمع، يرى أنه يجامع وهو لا يجامع، لا يأكل، لا يشرب. وهذا سنبينه من كتب الشيعة. ثم يأتي شيعي رأسه مربع متطين من رأسه لأخمص قدمه ويقول أن نبيكم مسحور، والبخاري يطعن في النبي، وسنرى هل سيطعن في كتبه وأئمته وعلمائه الذين تكلموا عن سحر النبي، أم تكلموا عن نبي آخر على كوكب آخر. هذا كتاب دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، للقاضي النعمان المغربي، في الجزء الثاني صفحة 139، يقول: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه عن علي قال: سحر لبيد بن الأعصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية رسول الله في عقد خيوط من أحمر وأصفر، فعقد له فيه 11 عقدة، ثم جعلاه في جف طلع، ثم أدخلاه في بئر، ثم جعلاه في مراق البئر بالمدينة، فأقام رسول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلم، لا يأكل ولا يشرب، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام بمعودات. إذن هذا اعتراف من كتب الشيعة أن النبي سحر. قد يقول قائل: هذا من الإسماعيلية وليس من الإمامية الاثنى عشرية. طيب، سحر النبي عند أهل السنة، سحر النبي عند الإسماعيلية، لنرى الإمامية الاثنى عشرية. طيب، هذا كتاب بحار الأنوار وهو كتاب شيعي إمامي اثنى عشري لمحمد باقر المجلسي، عالم شيعي إمامي اثنى عشري، لا سنيا ولا إسماعيليا، في المجلد 30 الجزء 60 في صفحة 242 243،
ينقل من تفسير فرات. تفسير فرات كتاب تفسير شيعي إمامي اثنى عشري، عن عبد الرحمن بن محمد العلوي ومحمد بن عمرو الخزاز، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عيسى بن محمد، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعقدوا له في 11 عقدة وجعلوه في جف من طلع، ثم أدخلوه في بئر بوادي المدينة في مراق البئر تحت حجر، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساء. هنا إضافة ولا يأتي النساء، يرى أنه يأتي النساء وهو لا يأتي النساء. وهذا كتاب تفسير نور الثقلين لمحدثهم وعلامتهم الحويزي في الجزء الثامن صفحة 380 يقول: وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن المعودتين أهما من القرآن، فقال نعم هما من القرآن، إلى أن يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحره لبيد بن أعصم اليهودي فقال أبو بصير وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: بلى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أنه يجامع وليس يجامع، وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده، والسحر حق والسحر حق. هذا كلام الإمام الصادق، كلام الإمام المعصوم الذي كلامه كلام رسول الله، بل قال الله، يقول أن السحر حق، وهو هنا يتكلم عن سحر النبي. والسحر حق، وما يسلط السحر إلا على العين والفرج. فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره بذلك، فدعا عليا عليه السلام وبعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان، وذكر الحديث بطوله إلى آخره. إذن النبي سيرسل علي ليستخرج السحر، والذي يروي القصة هو الإمام الصادق وليس أهل السنة، وهذا كتاب شيعي والإمام شيعي. هيا اطعنوا في أئمتكم، اطعنوا في كتبكم وفي كتب تفاسيركم. والآن لنرى أن علي بن أبي طالب يستخرج سحر النبي عليه الصلاة والسلام ويحل عقده ويخلص النبي من السحر، وهذا في كتب الشيعة. هذا كتاب بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي في الجزء 60 يقول في صفحة 244: طب الأئمة، عن محمد بن جعفر البرصي، عن أحمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن جبرائيل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد. قال: لبيك يا جبرائيل. قال: إن فلانا اليهودي سحرك وجعل السحر في بئر بني فلان، فابعث إليه، يعني إلى البئر، فابعث إليه، أي ابعث إلى البئر، أوتق الناس عندك وأعظمهم في عينك، وهو عديل نفسك، حتى يأتيك بالسحر. إلى أن يقول فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى أن يقول علي بن أبي طالب: فاستخرجت حقا، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: افتحه. ففتحته فإذا في الحق قطعة كرب النخل في وتر عليها 21 عقدة، وكان جبرائيل عليه السلام أنزل يومئذ المعوذتين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن المعوذتين سبب نزولها هو سحر النبي، ثم يقولون أن النبي عندكم مسحور، وهم يقولون أن سبب نزول المعوذتين هو سحر النبي. عقول منكوسة وأفهام معكوسة. وكان جبرائيل عليه السلام أنزل يومئذ المعوذتين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي اقرأهما على الوتر. فجعل أمير المؤمنين كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ منها، وكشف الله عز وجل عن نبيه ما سحر به وعافاه. والآن لنرى أحد علمائهم وهو يشرح لنا هل النبي عليه الصلاة والسلام تأثر عقله بهذا السحر؟ هل تأثرت عصمته من هذا السحر؟ هذا كتاب الميزان في تفسير القرآن لعلامة الطباطبائي في الجزء 30 صفحة 456 يقول: أقول، أي الطباطبائي يقول: أقول وعن كتاب طب الأئمة بإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل عن الصادق عليه السلام مثله، وفي هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنة باختلافات يسيرة، وفي غير واحد منها أنه أرسل مع علي عليه السلام زبيرا وعمارا، وفيه روايات أخرى أيضا من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن سحر النبي جاء من طرق أهل السنة وجاء من طرق أهل البيت أيضا. ثم يقول: وما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصونا من تأثير السحر. كيف؟ يتساءل كيف؟ كيف يكون مصونا من تأثير السحر؟ وقد قال الله تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يدفعه أن مرادهم بالمسحور والمجنون بفساد العقل بالسحر. وأما تأثره عن السحر بمرض يصيبه في بدنه ونحوه فلا دليل على مصونيته منه. أي السحر قد يصيب بدن النبي ولكنه لا يصيب عقله. وهذا ما قاله أهل السنة أيضا، أن الذين صححوا حديث السحر كالبخاري ومسلم وغيرهما ومن جاء بعدهما من أهل العلم والشراح قالوا إن ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من جنس سائر الأمراض التي تعرض لجميع البشر وتتعلق بالجسم ولا تسلط لها على العقل أبدا، وهو أمر يجوز على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما ذهب إليه بعض علماء الشيعة. وأيضا هذا ما قاله القاضي عياض، يقول: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده، أي على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. وابن القيم أيضا يقول: والسحر الذي أصابه، أي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء. فمحمد نبي رسول، نبي من البشر، أي في الرسول جانبان، جانب بشري وجانب نبوي. أما الجانب البشري فهو فيه كالبشر، يحب ويكره ويرضى ويغضب ويأكل ويشرب ويقوم وينام ويكدح ويرتاح إلى آخره. ومن الآيات في ذلك قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
وتكمن العصمة في هذا الجانب، في أن الله ينبه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما وقع منه من الأخطأ، من الخطأ. أي النبي إذا أخطأ الله تبارك وتعالى ينبهه. وأما الجانب النبوي وهو جانب التبليغ، فإنه لم يرد البت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيه أمر الله، ولذا لما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤثر هذا السحر في الجانب النبوي، بل أثر في الجانب البشري. وإلا على السبأ أن يتنكروا لما ورد وتبوت في القرآن، فليأردوا الحديث على القرآن، ثبت في القرآن منسوبا إلى نبي الله موسى عليه السلام، من أنه تخيل في حبال السحرة وعصيهم أنها حيات تسعى، يقول عز وجل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهل تخيله هذا أخل بمنصب الرسالة والتبليغ؟ فمن حكمة الله لقد شاء أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء ليعلم الناس أنهم بشر مثلهم، فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية كما فعل الشيعة السبائية. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.